وفي لقاء خاص مع أونلاين قالت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم، قالت إن منتدى شباب العالم رسالة أمن وأمان من مصر للعالم أجمع، مشيرة إلى أن تنظيم المؤتمر دليل على أن الشباب قوة لا يستهان بها. رسالة جيدة لطبيعة مصر، طبيعة الأمن والأمان في مصر دي مهم جدا تصديرها، لأنه هي دي اللي بتقلق الناس بالحقيقة للأسف بسبب الأخبار السلبية والغير صحيحة عن مصر. فهي رسالة أمن وأمان، إنه شرم الشيخ آمنة، عندنا رؤساء، عندنا إعلاميين، عندنا وزراء، عندنا شباب من مختلف دول العالم. اللي بيشوف هو اللي بيبعت، يعني إنه الشباب دول قوة لابد إن إحنا نستفيد منها وقوة لا يستهان بها. فكونهم ان هم يشوفوا وييجوا، وبعدين هم مش بس بيحضروا المؤتمر، في فعاليات على هامش هذا المؤتمر، في ان هم بيشوفوا البلد. امبارح كانوا كل المصريين في الخارج دول منتشرين في شرم الشيخ وعمالين على الجروب ده يبعتوا صور راحوا فين وجم منين.